إن عائشة رضي الله عنها زوجته في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فنحن عندنا من سيرتها الكثير. هي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، لم يتزوج بكرا غيرها، وكان لها دلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يعاملها كرسول إنما يعاملها كزوج، حتى أنها يعني كانت تغاضبه أحيانا أو قد تفعل ما لا يعني يليق أن تظنه رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يعلمها ويسامحها. وفي ذلك الحديث الذي أشرت إليه، أو أرجو أن أكون فهمت عنك رويدا رويدا، دي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، وهي صورة من رعاية النبي حتى لمشاعره، حتى ل... أي نعم نعم أي نعم. تفضل شيخ. تقول عائشة رضي الله عنها: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه لما كان في ليلتي التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا، يعني بهدوء شديد، ومشى رويدا رويدا، وخلع عليه ووضعهما على الفراش رويدا رويدا، وما هو إلا أن استلقى حتى قام، فأخذ عليه رويدا رويدا، ومشى رويدا رويدا، وفتح الباب رويدا رويدا. كل ده يدل على يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أشعرها إطلاقا أنه دخل وخرج. ولو كانت هي نائمة ما شعرت، ولكن لكونها مستيقظة، هي مستيقظة لكنها تحت اللحاف بتراقب وتنظر. على أي حال سنفهم هذا بعد ذلك. يعني ففتح الباب رويدا رويدا وأغلقه رويدا رويدا وانطلق. قالت عائشة التي كانت تنظره من تحت لحافها، قالت: فتقنعت إزاري، ارتدت ملابسها وانطلقت خلفه. هي رضي الله عنها ظنت أنه لعله يذهب لبعض نسائه، وهذا يظهر أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. يعني هي هنا تتعامل زوجة، تتعامل كزوجة. نعم. يعني بكر وتغار يعني مات عنها وسنة 18 سنة. نعم. رضي الله عنها يعني كانت صغيرة. وعلى مثله يعني تغار النساء صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت. هي نفسها قالت هذا الكلام لعمرة بنت عبد الرحمن. نعم. لما أنزل الله عز وجل قوله: ترجي من تشاء إليك وتؤوي إلى منهن من تشاء، فقالت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. فتقول لها عمرة: كيف كنت تقولين يا أم؟ قالت: كنت أقول لو كان الأمر لي، يعني لو كان الأمر لي ما يعني فضلت عليه أحد أو أبقيته لأحد، كلام شبيه هذا يعني والله استأثرت به لنفسها رضي الله عنها. نعم نعم. فلما انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت وراه عائشة تلبس ذلك السواد، فوصلت إلى البقيع. البقيع قريب من الحجرة، حوالي 200-250 متر، حاجة بسيطة يعني. قالت: فرفع يديه ثلاثا، يرفعها ثم ينزلها، يرفعها ويخفضها، وانحرف. قالت: فانحرفت، فمشى فمشيت، أسرع فأسرعت، هرول فهرولت، وسبقته. هرولت دي معناه يدل على إني آخر مرحلة لعائشة أنها فضلت تهرول. نعم. حتى وصلت إلى الحجرة النبوية وسبقت النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما دخلت الغرفة حطت نفسها تحت اللحاف وغطت نفسها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجد من الشكل امرأة نائمة، ودخل اللحاف بيرتفع بينخفض بيرتفع بينخفض، مما يدل علينا في حاجة في النفس يعني. فقال: مالك يا عائش؟ ده أول ملحظ على عادتي في الدلال معها يعني. قالت: لا شيء. فقال لها: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. الله أكبر. فقالت: يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله. الإمام النووي بيقول إن في بعض النسخ إن هذا الكلام ورد على سبيل الاستفهام، واحتج به من يعذر بالجهل في هذا الحديث. يعني مهما يكتم الناس يعلمه الله، يعني هل كانت عائشة تظن أن الله تبارك وتعالى
لا يعلم كل ما يفعله الناس؟ يعني مش هو ده الرواية الراجحة في صحيح مسلم، ولكن مهما يكلم الناس يعلمه الله، كأنها تكلم نفسها وتقر بهذا الأمر، وتقر نعم. يعني تقول أنا لئن كتمتك سيعلمك الله تبارك وتعالى، فمهما أكتمك سيعلمك الله. هقول لك الحكاية، ده كأن الكلام إيه كده، هذا مؤدي. نعم. فخبرته الحكاية، إن دخلت رويدا رويدا وخرجت رويدا رويدا، فقال لها: أنت السواد الذي كان أمامي، يتبعني السواد والشخص يعني الذي كان أمامي. قالت: نعم. قالت: فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، أي ضربها بمجامع يده في صدرها، وقال: أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله، أي أن تكون النوبة لك ويذهب إلى غيرك، إن جبريل أتاني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك، فأجبته فأخفيته منك، وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. عصت لوحدها ولم يكن في البيوت مصابيح، كما قالت عائشة نفسها، وبنت صغيرة، وبنت صغيرة. نعم. فيتركها وحدها، ويبدو أن هذا كان بعد هزيع من الليل يعني. نعم. فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي فتستغفر له أهل البقية، فتستغفر له أهل البقية. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر أهل البقية. هنا يظهر عقل عائشة رضي الله عنها، الذي أرجو ولا أقول أتمنى، الأمنية لشيء بعيد المنال لا يتمنى، لكن أرجو لشيء قريب يمكن أن ينفذ، يعني أرجو أن تمتثله نساؤنا. المرأة اللي هي يعني مش عايز أقول يعني ألفاظ معينة النساء يزعلوا مني فيها، يعني أن المرأة لا تفهم زوجها يعني، ولا تتفقد يعني مواضع أنفه وفمه. فعائشة رضي الله عنها في الحوار تقول له: مشيت وراك، إن جبريل أتاني، فقال: إن ربك أمرك أن تستغفر لأهل البقية. فقالت: يا رسول الله، ماذا أقول إذا دخلت عليهم؟ غيرنا الحوار خالص، دخلنا في قصة تانية، كنا في قصة وهنا في قصة تانية. قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم، وهي تتلقى هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: ماذا أقول إذا دخلت عليهم؟ قال: قولي: السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، أنتم السابقون، أرحم إن شاء الله بكم لاحقون، إلى آخر الحديث. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لعائشة زيارة القبور، يعني هذا مذهبان مشهوران عند العلماء، الأرجح في المذهبين جواز أن تزور المرأة القبور لأدلة عديدة، منها هذا الحديث. لو كان لا يجوز لها أن تدخل إلى القبور لقال لها: لا يجوز لك أن تدخلي إلى القبور، ولكن من دخل عليهم يعني فليقل كي